صباح الخير لجميع مشاهدي الام تي في اللي انضموا لنا بهاللحظات. حلقه جديده من بريس فيو لليوم الاربعاء 28 تشرين الثاني 2012، وعناوين جديده موجوده على الصفحات الاولى من الصحف الصدر والموزعه ببيروت. العناوين تمحورت بين اوضاع محليه اقليميه ودوليه، محليا بين زياره وفد من 14 اذار الى غزه ووصولا الى قانون الانتخابات، اما اقليميا بين الحشود في ميدان التحرير في مصر تهتف ضد مرسي ووصولا الى الاوضاع في سوريا وفلسطين وغيرها من العناوين من حول العالم. البداية لليوم مع صحيفة النهار والعنوان الأول من مصر. القوى المدنية تتحدى الإخوان وتستعيد الثورة، 200 ألف هتفوا في ميدان التحرير، مرسي ارحل. مصادر طبية تحدثت عن سقوط 50 جريحا في المحلة، ووزارة الصحة سجلت حصول وفاة. نادي قضاة مجلس الدولة وصف الإعلان الدستوري بأنه عدم لا قيمة له. منتابع من الوضع في مصر إلى الأوضاع الأخرى من صحيفة النهار. زحمة مفادين دوليين تسابق موجات النزوح، هنية ووفد 14 أذار، فلسطين وإيران والنظام. مدفيديف يحمل المعارضة والنظام مسؤولية إراقة الدماء في سوريا. من سوريا إلى فلسطين، وعم نتابع مع صحيفة النهار استخراج عينات من رفات عرفات ونتائج فحصها بعد 3 أشهر. أما بافتتاحية النهار لصباح اليوم بألم سمير عطلة، العنوان على الشكل التالي: ألم ترى فرعون على نقالة؟ التفاصيل من تابعها من الصفحة الأولى إلى الصفحة رقم 7، ومننتقل إلى داخل صحيفة النهار مع خانة أسرار الآلهة لنبدأ مع السر الأول. حركت معلومات عن تأييد دولة غربية التمديد لمجلس النواب اتصالات ببعض المسؤولين في هذه الدولة الذين نفوا ذلك نفيا قاطعا. كشف معنيون أن اسما مثيرا للشكوك مطروح للتعيين في منصب حساس في وزارة أساسية. جرى تسريب معلومات عن احتجاز جهة حزبية متهما بالتورط في قضية فساد ينتمي إلى هذه الجهة. قال مطلعون في قطاع الكهرباء إن عقبات كبيرة تتعلق بالشركة التركية حالت دون تسليم الباخرة المولدة للكهرباء، ويمكن أن تنسف العقد كلا. من أسرار الآلهة من النهار ننتقل إلى الصفحة الأولى من السفير، والعنوين من الصفحة الأولى بنبدأ مع العنوان الأول. الراعي يحيي عظام الستين، وسليمان يلمح لتمديد نيابي، وبر يعتبر المجلس سيد نفسه. السعودية تعطل الحوار استقالة حكومة ميقاتي أولا. إلى مصر من السفير: كرة ثلج الاحتجاج تكبر ضد مرسي والإخوان. وعم نشوف صورة أيضا من ميدان التحرير خلال المظاهرة يوم أمس، تظاهرة المليونية في ميدان التحرير. منتابع العناوين من السفير: وأحزاب إسرائيل تتنافس على تطرفها، فوز ساحق للمتشددين في الليكود. من عناوين السفير أيضا: الأمم المتحدة تشيد بالنأي اللبناني، مستوى مروع للعنف السوري. بمقال من الصفحة الأولى من السفير أيضا العنوان على الشكل التالي: الدولة الفلسطينية المراقبة وأحياء السياسة. بألم فواز طرابلسي منتابع التفاصيل بالصفحة رقم 17، وإلى داخل صحيفة السفير وتحديدا إلى الصفحة رقم 2 بخانة عيون لنبدأ مع أخبار هالخانة والخبر الأول. سعت دولة خليجية بارزة إلى رشوة قطب من أقطاب 8 أذار بنحو 2 مليون دولار سنويا مقابل اتخاذ موقف سياسي محدد. استعاد وزير لبناني السابق قصرا رئاسيا لبنانيا من شيخ خليجي في إحدى بلدات جبل لبنان الجنوبي. عينت دولة خليجية 3 شخصيات مهمتها متابعة الملف اللبناني بأدق تفاصيله. من خانة عيون ننتقل إلى الأخبار، ومع العنوان الأول من الصفحة الأولى: الراعي يعوم قانون الستين. التفاصيل له العنوان المحلي بصفحة رقم 2، أما الصورة من مصر والعنوان على الشكل التالي: أحلق ذقنك بين عارك، تلقى وجهك وجه مبارك. طبعا بإشارة إلى الرئيس المصري مرسي. كمان منتابع العناوين من الصفحة الأولى: الجماعة في الإقليم، الربيع لم يصلنا بعد.
انتفاضة الموظفين والمعلمين مستمرة، مد جماهيرية شل القطاع العام. عنصرية لبنانية في الدراما السورية، الليث حجو ودريد لحام يصوران في بيروت. متابع أيضا العناوين، باتريوت تركيا يثير أزمة داخلية، حماية الأمن القومي أم إسرائيل؟ فتح ضريح عرفات لأخذ عينات والتصويت على عضوية فلسطين غدا. لا حدود للدمار في أبيان والسكان بين هاجس الأمن والعودة إلى منازلهم. من عناوين الصفحة الأولى من الأخبار منتابع إلى داخل الصحيفة وإلى خانة مقلة ودل تحديدا، لنبدأ ونشوف شو ورد فيها لليوم. سئل الرئيس نجيب ميقاتي عما إذا كان منزعجا من المواقف التي تطلق من مخيم الاعتصام الذي يقيمه تيار المستقبل أمام منزله في طرابلس، فرد مبتسما: أنا أضع في أذني قطنا، في أذني قطنا حتى لا أسمع. قبل أن يضيف: أعطيت تعليماتي بأنه إذا أراد المعتصمون أن أمرر لهم كابلات كهربائية لإنارة خيامهم فأنا مستعد. منتابع وإلى صحيفة المستقبل مع العنوان الأول والرئيس: مجزرتان في إدلب وريف دمشق والأمم المتحدة ترى مستوى مروعا من الوحشية، الثوار يسقطون مروحية بصاروخ أرض جو للمرة الأولى. من الأوضاع في سوريا إلى غزة، و14 أذار في غزة، وعم نشوف صورة من يوم أمس في غزة. منتابع أيضا مع المستقبل: والنقابات تواجه التطنيش الحكومي بالإضراب وتحضر لتصعيد أكبر، سليمان: الحوار في شكل الحكومة انتهاك للدستور. منتابع وإلى مصر: النقد الدولي يلوح بتجميد قرض 4.8 مليارات دولار، ميدان التحرير يهتف مجددا لإسقاط النظام. من عناوين الصفحة الأولى من المستقبل إلى خانة يقال، نبدأ مع الخبر الأول. يقال إن مجلس شورى الدولة طعن بالقرار المتعلق بتعيين سفراء من خارج الملاك. يقال إن مرجعا كبيرا سأل قاضيا معنيا عن أسباب تأخره في تبليغ اللواء علي مملوك بشأن الملف المتعلق به وبالوزير السابق ميشيل سماحة، فكان جوابه أنه لم يتمكن من الحصول على اسم والدة مملوك. يقال إن أحد الأطراف في الحكومة يبدي استياءه من قول الوزير غازي العريضي في جلسة سابقة للحكومة: لا ينمن أحد على حرير أن اللواء وسام الحسن استشهد وأن الحكومة بقيت وكأن شيئا لم يكن. من يقال من المستقبل إلى صدى البلد مع العنوان الأول من الصفحة الأولى: الحوار مؤجل والمعركة النقابية مفتوحة. عنوان محلي. ومننتقل إلى مصر من البلد: ثوار التحرير في مواجهة أخوانة مصر. بين الأوضاع المحلية والمصرية من صحيفة صدى البلد، ننتقل إلى داخل الصحيفة وإلى خانة خفايا البلد. تشهد بعض المناطق انحسارا متزايدا لدور القوى الأمنية والدرك لحساب تنامي دور الأحزاب حينا والميليشيات في أكثر الأحيان. تجرى محاولات لعقد طاولة حوار في مدينة جنوبية، لكنها تصطدم بمواقف مسبقة لرموز سياسية في المدينة التي يسحب بساطها التمثيلي في الشارع من قبل قوى ناشئة. مجددا يجري تشييع مقاتلين في أكثر من منطقة لبنانية من دون الإفصاح عن مكان سقوطهم، وسط تأكيد البعض أنهم سقطوا في سوريا. منتابع حالتنا ومع صحيفة الجمهورية، لنشوف شو ورد فيها من عناوين بالصفحة الأولى: فضيحة جديدة في أروقة الاتصالات والأزمة المطلبية تهدد بشل القطاع العام، سليمان: لحوار في تغيير الحكومة. مع هالعناوين المحلية منتابع أيضا ومع صورة من صحيفة الجمهورية بعنوان: قاسم ومحفوظ وغريب خلال تظاهرة هيئة التنسيق النقابية يوم أمس. كمان منتابع العناوين من الجمهورية: رسالتا الجمهورية من واشنطن وباريس، خبير روسي للجمهورية: الهدنة في غزة لن تستمر. دأماء للجمهورية: لو أن القاعدة في لبنان لما خرج نصر الله من القبو. بواخر الكهرباء التي تبخرت. وبالعنوان الأخير من سوريا: المعارضة السورية تسقط مروحية للنظام بصاروخ أرض جو.
عناوين بنشوف تفاصيلها داخل صحيفة الجمهورية، وأيضا من الداخل ننتقل إلى أسرار الجمهورية. لنبدأ مع السر الأول. خاصت حركة حماس وفد 14 أذار الذي زار غزة أمس باستقبال لافت جدا. علم أن 3 ضباط مسيحيين سوريين كبار فروا من الجيش السوري بعدما تمكنوا من إخراج عائلاتهم إلى الأردن. وبالسر الأخير، توقعت مصادر دبلوماسية أن يزور قيادي بارز من حركة حماس إيران قريبا للقاء مسؤولين كبار فيها. من أسرار الآلهة إلى صحيفة الحياة، ومع العنوان الأول من الصفحة الأولى. الأمير قلد الملكة إليزابيث وسام مبارك الكبير ويلتقي كاميرون اليوم بريطانيا والكويت توقيع اتفاقات دفاعية واستثمارية وتجارية. اجتماع لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في الرياض، دول مجلس التعاون تؤكد الوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد. إلى مصر من الحياة. القضاة يصعدون والإخوان يتعنتون والرئاسة تراهن على تمرير الدستور وصندوق النقد يحذر. مليونيات التحرير تربك حسابات مرسي. منظمة حقوقية تطالب النظام بوقف استخدام القنابل العنقودية. الطيران السوري يكثف غاراته ضد تقدم المعارضة. عم نتابع عناوين الحياة، وإلى العنوان الأخير، ضغوط غربية تحذر السلطة من اليوم التالي. الأمم المتحدة تشهد غدا حدثا تاريخيا، الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو. من عناوين الصفحة الأولى من الحياة ننتقل إلى الشرق الأوسط، ومنشوف عناوين الصفحة الأولى. بالعنوان الأول نبدأ مع الأوضاع في مصر. وقضاة يدخلون في إضراب مفتوح. مرشد الإخوان السابق، الاحتجاجات مفتعلة. عضو سابق بالمجلس العسكري، الحل تراجع مرسي. مصر، التحرير يعيد أجواء الثورة. من مصر منتابع وإلى سوريا. المعارضة تسقط مروحية بصاروخ أرض جو للمرة الأولى. حشود لقوات الحر تزحف على دمشق والنظام يتحدث عن معركة الحسم. إلى العنوان الأخير من الشرق الأوسط، لاريجاني في النجف للقاء المرجعيات، اتفاق تهدئة بين الجيش العراقي والبشمركة. مع هالعنوان مشاهدينا متوقف مع بريك إعلاني وبنرجع لنتابع حلقتنا لليوم من بريس فيو. خليكم معنا. نرجع مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم مع صحيفة اللواء والعنوان الأول. إضراب التنسيق يمتد إلى اليوم وواشنطن تتابع ملف الحكومة الجديدة. سليمان، لن أوقع قانون تمديد مجلس النواب. الجراح للواء هنية أبلغنا أن النصر تم بصواريخ من صنع فلسطيني. نتابع أيضا وإلى مصر. واشنطن لإنهاء المأزق وصندوق النقد لإلغاء القرض. أضخم تظاهرة ضد مرسي بعد الثورة. القضاء يعتبر الإعلان الدستوري عدما. منتابع وإلى سوريا من اللواء. النظام والحر يستعدان لمعركة دمشق الحاسمة. تورط نوعي في الحرب، تطور نوعي في الحرب، إسقاط مروحية بصاروخ أرض جو. غداد اتفاق بين الحكومة وأقليم كردستان، 29 قتيلا بسلسلة تفجيرات ببغداد وكركوك. إلى العنوان الأخير من الصفحة الأولى من اللواء. تسليم عينات من رفات عرفات للخبراء الدوليين. باريس تصوت لصالح طلب فلسطين في الأمم المتحدة. من اللواء إلى الديار، والعنوان الأول والرئيس من الصفحة الأولى. ولادة الثورة تهتز لأول مرة ومرسي يلقى معارضة. مظاهرة مليونية في ميدان التحرير ورفض ديكتاتورية مرسي. من الأوضاع في مصر إلى الأوضاع المحلية. 14 أذار تقاطع الحوار وترفض مبادرة جنبلاط وتذهب إلى غزة. سليمان، مقاطعة الحوار تكون في وضع استثنائي وليس أمرا طبيعيا. أحداث غزة وضعت حزب الله الأقوى في لبنان والمنطقة. حقيقة الديار لصباح اليوم بعنوان ثورة الجوع آتية. وبالعنوان الأخير من الديار أيضا،
عودة الأسير إلى التحرك الأحد، مسيرة من مسجد بلال إلى النجمة. تفاصيل هالعنوان بالصفحة رقم 17 من صحيفة الديار، ومنتابع إلى صحيفة الأنوار والعنوان الأول. المعارضة المصرية تحشد مئات الألوف من المتظاهرين ضد مرسي والإخوان. وكمان عم نشوف صورة من الأنوار خاصة بيوم أمس من التظاهرة في ميدان التحرير في مصر. كمان منتابع مع الأنوار وإلى الأوضاع المحلية. النقابات تستعد للإضراب المفتوح، والحكومة تتابع زيارة 14 أذار لغزة. من سوريا هالعنوان من صحيفة الأنوار، المعارضة السورية أسقطنا هليكوبتر بصاروخ أرض جو. فرنسا والنمسا تتقدمان الدول الأوروبية في دعم الطلب الفلسطيني بالأمم المتحدة. وأيضا عنوان آخر من العراق، 19 قتيلا بهجمات في العراق. من عناوين الأنوار أيضا ومن خانة كتب المحلل السياسي لصباح اليوم، العنوان على الشكل التالي: ميقاتي يرفض قانون الستين، هذا يعني أنه سيطبق. واقتصاديا من الأنوار بنقرأ هالعنوان: السعودية والسودان استخراج الذهب والنحاس من البحر الأحمر. التفاصيل هالعنوان الاقتصادي بالصفحة رقم 11. وإلى صحيفة لوريان لجور الصدرة باللغة الفرنسية بترجمة سريعة لعناوين، بنبدأ مع العنوان الأول المحلي: سليمان لا يستبعد حكومة حيادية. استمرار الإضرابات، المصريون في ساحة التحرير بأعداد هائلة للدفاع عن ثورتهم. للمرة الأولى صاروخ يسقط طائرة سورية. إلى صحيفة الديلي ستار الصدرة باللغة الإنجليزية وأيضا بترجمة سريعة لعناوين، بنبدأ مع العنوان الأول من مصر والعنوان على الشكل التالي: التحرير تنتفض وتتحدى مرسي. سليمان لتأجيل موعد الحوار إلى مطلع السنة المقبلة. الثوار يعلنون سيطرتهم على مواقع بالقرب من حلب ويسقطون طائرة تابعة للنظام. من الأوضاع في سوريا منتابع وإلى صحيفة الشرق بالعنوان الأول: المتهمون الأربعة راقبوا الحريري 50 يوما في أماكنهم ومنازلهم والبرلمان. راقبوا الحريري 50 يوما في أماكنه ومنازله والبرلمان. منتابع مع العنوان التالي والصورة من صحيفة الشرق: 240 طنا من الأوراق النقدية وصلت من موسكو بطائرات شحن. دمشق يحاصرها الثوار، أما النظام فيتحدث عن اقتراب الحسم. هالعنوان الخاص بالأوضاع السورية منشوف تفاصيله بالصفحة رقم 12 من الشرق. ومنتابع العناوين محليا من الشرق: سليمان لن أوقع التمديد للمجلس والحوار لبحث إمكان تغيير الحكومة. الراعي قانون الستين قائم ونصر على إجراء الانتخابات. الإضراب إلى اليوم تصعيدا، المدارس مخردقة والقطاع العام ملتزم. هالعناوين المحلية منشوفها داخل الصحيفة. ومنتابع إلى العناوين الإقليمية: ميدان التحرير يضيق بالحشود المطالبة برحيل مرسي. تسمم عرفات هل يحال إلى الجنايات الدولية؟ هالسؤال كمان منشوف تفاصيله داخل صحيفة الشرق. ومنتابع إلى رأي الشرق لنشوف العنوان: اتقي شر من أحسنت إليه. تفاصيل هالعنوان وبهالمقال برأي الشرق بالصفحة الأولى. وإلى صحيفة البناء لنشوف شو ورد فيها من عناوين بالصفحة الأولى: مئات الآلاف في الميادين دفاعا عن الحريات والدستور. ثورة الشعب المصري تتجدد في وجه مرسي والإخوان. عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات طالت بغداد وكركوك. موسكو وطهران تواصلان تحركهما، والجيش يقضي على عشرات الإرهابيين في حلب. إضراب اليومين يصر على المطالب والحكومة تتريث. كمان من عناوين البناء: إنشاء مجلس أعمال روسي فرنسي. من البحرين منشوف هالعنوان من صحيفة البناء: بسبب إحراقه العلم الإسرائيلي داخل البرلمان، البحرين إسقاط طلب محاسبة التميمي. خفايا وأسرار الدور الأمريكي المصري في وقف العدوان على غزة.
كمان عم نتابع عناوين البناء. تجمع في الرياض المطالبة بالإفراج عن معتقلين. وبالعنوان الأخير، مقتل 3 ضباط أتراك وجرح آخر في هجوم للكردستاني. نرجع لصحيفة النهار لنشوف صورة اليوم بقلم أرمان حمصي، والعنوان إضراب لليوم الثاني مطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. صورة خاصة بالأوضاع المحلية وبالإضراب يلي بلش يوم مبارح ومستمر لليوم. إلى صدى البلد، وأيضا منشوف بقلم ستافرو جبرة الصورة لصباح اليوم، إخراج جثمان عرفات لأخذ عينات والتحقيق في ملابسات وفاته. وكمان الصورة، بننتقل من صدى البلد إلى الجمهورية وإلى صورة أنطوان غانم لصباح اليوم من مصر والوضع الرئاسي المصري. وعم نشوف بإشارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي وكأنه فرعون من فراعنة مصر. من الأوضاع المصرية بقلم أنطوان غانم بتكون خلصت حلقتنا لليوم مشاهدينا. أكيد حلقة جديدة بكرة على الساعة 7:30 ولا مدة نص ساعة من الوقت. أيضا عناوين جديدة من الصفحات الأولى من الصحف والصدرة والموزعة ببيروت. إلى اللقاء.